ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمر عبد الرؤوف، فيديو جديد. فيديو النهارده مروان موسى مطار. طبعا النهارده الفيديو هيبقى مختلف شويه، اوكي؟ عشان عندي اغنيتين، اوكي، لاغنيه مطار. اول واحده 2019 تقريبا، دي الاصليه على ما اعتقد، وفي واحده تانية مهرجان، فانا هسمعهم هما الاثنين. طبعا اللي بعت لي الاغنيتين دول معاذ، بشكرك جدا، اوكي. هو نفسه معاذ اللي حاطط في البيت اللي انتوا سامعينه على طول في الفيديوهات بتاعتي، اوكي. وطبعا عجبتني الفكره بتاعته، ان هو هكون مثلا بعمل رياكت على نفس الاغنيه بس ليها طريقتين او اسلوب مختلف، اوكي. فما علينا، خليني ابطل رغي عشان رغيت كتير، وخلينا نخش على طول على الفيديوهين. يلا ليتس جو. اوكي، ده اول فيديو دلوقتي، ده اللي هو 2019 مطار، المفروض ان هي العاديه، اوكي، اللي هي مش مهرجان، اوكي. فخلينا نسمع نشوف الاغنيه دي بتتكلم عن ايه. ليتس جو. اوكي، الدنيا غريبة والغيرة في العين، 24 سنة بصراحة مش عارف طيارها واخدني رايحين على فين. بحب الهزار بس حاسب النار، عيلتي من البلد وبناخد التور، وقت المعركة مش بدي انذار، لازم قرار، حاسس ان انا في مطار. وصلت متأخر مش لاقي تذاكر، الناحية دي مسافر الناحية دي مهاجر. وصلت متأخر مش لاقي تذاكر في مطار. قسم الاخر اللي في اصولي ورجلتي، ده نادر، وفي زمن السوشيال عباده اللايك بتخلي محترم كذاب ومنافق. بس انت لو وصلت متاخر ودخلت، يبقى الطياره بتاعتك راحت عليك خلاص، فلازم تقطع تذكره تانية. ممكن يكون قصده كده، ممكن. واثق من نفسي ومش لازم اتنك في القعدة، وافهم الناس اني خارق، يمكن دي غلطة، شوفوا الاغاني اللي ضاربة، لا المجال مش في ورطة، طبيعي الغلابة بتدوس على بعض عشان يبقوا في يوم من الايام العمالقة، ما احبش اشتكي، احب ابقى ازاي غلابة وبيدوس على بعض؟ ازاي؟ يبقوا مش غلابة، اللي بيدوس على حد ده مش غلبان. هو ممكن يكون قصده ان هو يعني غلبان معهوش فلوس، ممكن، هو ده قصده، اكيد ده قصده، اكيد يعني. بس كلمة غلابة المفروض نقول، بس ده هيبقى طبقي قوي لو اقول فقير، هيبقى طبقي. ما علينا، هنمشيها زي ما هي، اوكي. واضح مع نفسي وادور والاقي غلطتي، فعرفت سكتي، هنا في دايرتي افكارنا في الجون وكلامنا منطقي، شفت حب كره خيانه غدر، الكلام رخيص والكذب سهل، بقيتوا ازاي اعداء ما كنتوا اهل، بقيم الشخصيه مش الشكل، بمناسبه الشكل ما يغركش لون ازاي اعداء ما كنتوا اهل، بقيم الشخصيه مش الشكل، بمناسبه الشكل ما يغركش لون الشعر، انك تقل مني صعب، هتلاقي نفسك اتسرعت، هتلاقي الضرب ورا بعض، حقي بيتسابش، والشخص اللي بيجي سكتي بفضله، لو مش وصله فمعايا الكتيبه، هنسمم البيره ونسرب اسراره في الماضي، فوت هنسمم البيره بفضله، لو مش وصله فمعايا الكتيبه، هنسمم البيره ونسرب اسراره في الماضي، فوت في مواقف كتير واتخدعت، واتعلمت فيما بعد ان في اللي بيهرج لو جت على حسابي هتغابه، والذكرى هديها بالتعب، انسى اللي حصل لما ينزل المطر، وعد كان بينا واتكسر، بنثق في كلابه بنخون البشر، شفت سخريه القدر. وعد كان بينا واتكسر، بنثق في كلابه بنخون البشر. نفس الكلمه اللي كنت بقولها من كام سنه، كنت بقول لو في شارع فيه بشر وشارع مليان كلاب سهرانه، همشي في الشارع اللي فيه كلاب سهرانه وما فيهاش، يعني اللي هو بالنسبه لي اولى، لان هعرف اتعامل مع الكلاب، يعني هيبقى فيهم رحمه لو انا اكلتهم او اتعاملت معاهم باسلوب حلو، هيبقى فيهم رحمه غير البشر. الكلام ده انا كنت بقوله من كام سنه. واو، اوكي. لما ينزل المطر، وعد كان بينا واتكسر، بنثق في كلابه بنخون البشر، شفت سخريه القدر. هو ممكن يكون قصده ان احنا بنثق في الكلاب اللي هو كصاحب، انا عارف، بس انا اقصد ان انا في كنت بقولها بس بطريقه تانية مختلفه، ان اللي انا بقوله كان يعتبر غير اللي هو بيقوله، يعني هو قصده حاجه تانية، ان هم ممكن تثق في الكلب كصاحب، ما تثقش في بني ادم ان هو كصاحب، انا فاهم ده، بس انا بتكلم ان هو كمعامله
او مثلا شارع مثلا فيها بني ادمين بلطجيه وشارع مليان كلاب سهرانه، همشي في الشارع اللي فيه كلاب سهرانه، مش همشي اللي في الشارع فيه بني ادمين بلطجيه، لان الكلاب هعرف اتعامل معاهم. انا واخدها بمحمل تاني او بطريقه تانية او اسلوب تاني. وفي نفس الوقت هي ممكن يعني تقريبا نفس الشرح برضو ممكن تمشي كده اوكي، بس اللي هو كفكر هو شبه بعض، يعني هو شبه بعض اوكي. هو قصده ان هو كصاحب، انا ده اللي اعرفه، يا ريت يكون هو قصده زي اللي انا قلته دلوقتي، ده اللي هو زي اللي انا قصدي عليه. بتعلم احط للناس في التعامل حدود، الدنيا ارانب اسود، في اللي هيحبك لله بالمجاني، في اللي بيخون مهما كان المجهود، ممتن المواقف خلتنا بقى راجل قدامي اختيار، وربما يكون خاطئ مش هقعد اماطل، الدنيا بتتغير فلازم هنخاطر، هنجازف ونفوز مش هنعيش من سكات، مش بتتشاف ورا الشيش في الشباك، بفهم في الفن وبتكلم لغات، فعلا مفيش وقت للتأملات ولا البكاء، الناس دي بتتباهى بالبخل، في حاجة اهم من الشغل، رايح البلد راجع من البلد كل اسبوع، عمري ما دخت عمري ما كنت اي حاجة غير اسطورة، برا المزيكا اسطورة، الناس دي مجرد مشهورة، في الحقيقة غير الصورة، جوايا وجع مش هينفع يتحكي في اغنية حزينة، خواطر مؤلمة نفسية تعبانة، عين مزغللة والنية سليمة، عاملني اجانب وبيكرهوا نفسهم، ارجعوا لاصلكوا الثقافة دي اتهانت، سببين الدنيا غريبة والغيرة في العين، عارفين انا بصراحة مش عارف طيارها واخدني رايحين على فين، بحب الهزار بس حاسب النار، عيلتي من البلد وبناخد الدور، وقت المعركة مش بدي انذار، لازم قرار، حاسس ان انا في مطار. اوكي خلينا نخش على طول على المهرجان اللي هو المفروض مطار برضو مهرجان، وربنا يستر عشان ما بحبش انا الاغاني الشعبي، بكره انا الاغاني الشعبي. اوكي 2021 المفروض ريميكس. ريميكس يعني ممكن ما يكونش مروان موسى اللي عاملها صح؟ ام كلثوم هتيجي تغني دلوقتي. هديك سببين، الدنيا غريبة والغيرة في العين، 24 سنة بصراحة مش عارف طيارها واخدني ورايحين على فين، بحب الهزار بس حاسب النار، عيلتي من البلد وبناخد الطار. اوكي انا فاكر ان معاذ كان قايل لي ان هو ستايل مروان موسى مهرجان، بس انا ما اعتقدش، انا يعني لو الاغاني الشعبي بالطريقه دي انا ممكن اسمعها عادي، مش هيبقى عندي مشكله، لان في زي في اله وراها، مش لون بطبلة وبونكس كس بونكس بونكس كس بونكس وبس، لا في ورا، في زي ميوزك وراها مديالها طعم تاني، وطريقه مروان موسى احسن من الاغنيه الاولانيه اللي احنا سمعناها، مش عارف انا حاسس ان دي احسن، مع اني ما بحبش ستايل المهرجان، بس ده انا مش ده المهرجان اللي انا كنت جاي عشانه بصراحه، انا كنت مفكر حاجه مقززه بصراحه، انا قلت حاجه هسمع ترجيع، انا اسف في الكلمه بس انا كنت قايل ان انا هسمع ترجيع، ف واو. والبدايه اللي بتاعت ام كلثوم دي هو برو. هديك سببين، الدنيا غير، انا بحب الالات اوكي، والميكس اللي هو عملها في الحتة دي هي حلو. هديك سببين، الدنيا غريبة والغيرة في العين، 24 سنة بصراحة مش عارف طيارها واخدني ورايحين على فين، بحب الهزار بس حاسب النار، عيلتي من البلد وبناخد الطار، وقت المعركة مش بدي انذار، لازم قرار، حاسس ان انا في مطار، وصلت متأخر مش لاقي تذاكر، الناحية دي الحتة اللي دي ما بحبهاش خالص، حاسس ان انا في مطار، ما بحبهاش خالص، من الحاجات المقززه الموجوده في المهرجانات اللي دايما بسمعها في مهرجان، في اي مهرجان، في اي اغنيه شعبي،
بكرهها فشخ. وصلت متأخر مش لاقي تذاكر، الناحية دي مسافر الناحية دي مهاجر، بس من الآخر اللي في أصولي ورجالتي ده نادر. وفي زمن السوشيال عبادة اللايك بتخلي المحترم كذاب ومنافق، واثق من نفسي ومش لازم أتنك في القعدة وأفهم الناس إني خارج. يمكن دي غلطة، شوفوا الأغاني اللي ضربة، لاقي المجال مش في ورطة، طبيعي الغلابة بتدوس على بعض عشان يبقوا في يوم من الأيام العمالقة. ما حبش أشتكي، حب أبقى واضح مع نفسي وادور والاقي غلطتي، فعرفت سكتي هنا في دايرتي، افكارنا في الكون وكلامنا منطقي. شفت حب كره خيانه غدر، الكلام رخيص والكذب سهل، بقيتوا ازاي اعداء ما كنتوا اهل، بقيم الشخصيه مش الشكل. بمناسبه الشكل ما يغركش لون الشعر، بقيم الشخصيه مش الشكل، بمناسبه الشكل ما يغركش لون الشعر. انك تقل مني صعب، هتلاقي نفسك اتسرعت، هتلاقي الضرب ورا بعض، حقي بيتسابش والشخص اللي بيجي في سكتي بفضله لو مش بس دي احسن من اول واحد صراحة. يعني لو هسمع، لو خيرتني ما بين الاثنين انا هسمع دي يعني احسن. حس ان طريقته هو بيغني طريقته احسن بكتير من الاولانية. الاولانية تحس ان انت مقفول شوية، بس الاولانية انا حسيت بالكلام اكتر، بس البيت ما كانش عاجبني قد كده. بس بالنسبة لو اغنية حاجة مثلا رقصة او حاجة حلوة ان انا مش عايزة يتعكنن عليا، هسمع حاجة زي دي. يعني هسمع لو ما فيش غير اغنيتين دولت في العالم، اوكي، ودول الخيارين ما بيني، اوكي، هختار دي ان انا اسمع دي، لكن مش هسمع التاني بصراحة، اوكي، مع اني ما بحبش المهرجانات او الحاجات دي، بس انا عشان طريقته في الغنى احسن. يعني احس ان هي احسن، يعني هو بيغني كده احس ان في ايجابيه شويه، فاهم؟ مش سلبيه، مش لا تقفلك، فاهم؟ ده اللي عاجبني في الاغنيه دي. وصلوا فمعايا الكتيبه، هنسمم البيره ونسرب اسراره. في الماضي فوت في مواقف كتير واتخدعت واتعلمت فيما بعد، دي اللي بيهرج لو جت على حسابي هتغابه والذكرى هديها بالكعب. انسى اللي حصل لما ينزل المطر، وعد كان بينا واتكسر، بنصف كلاب وبنخون البشر، شفتوا سخريه القدر. ممتن المواقف خلتنا بقى راجل، هناخد قرار وربما يكون خاطئ، مش هقعد اماطل، الدنيا بتتغير فلازم هنخاطر، هنجذب ونفوز مش هنعيش بالسكات، مش بتتشاف ورا الشيش والشباك، بفهم في الفن وبتكلم لغات، فعلا فيش وقت للتاملات ولا البكاء، الناس دي بتتباهى بالبخل، في حاجه اهم من الشغل، رايح البلد راجع من البلد كل اسبوع عمري ما هو رايح البلد وراجع البلد. يقصد اسمها ايه؟ دايما بنسى، مش المنصورة، اسماعيلية صح؟ هو يقصد بيها اسماعيلية صح؟ عمري ما كنت اي حاجة، بس هي اسماعيلية لو حد من اسماعيلية وقعد في القاهرة بيقول انا راجع البلد، انا بحس كلمة ان انا رايح البلد دي اللي هي مثلا زي المنوفية، زي مثلا شرقية، الحتة دي، لكن عمري ما سمعت حد يقول ان هو رايح البلد مثلا، يعني مثلا زي بورسعيد، عمري ما هسمع واحد من بورسعيد يقول انا راجع البلد، صعب، فاهم؟ برضه اسماعيليه ما اعتقدش بيستعملوها برضه، مش عارف، ما علينا. حاجة غير اسطورة، بره المزيكا اسطورة، الناس دي مجرد مشهورة، في الحقيقة غير الصورة، جوايا وجع مش هينفع يتحكي باغنية حزينة، خواطر مؤلمة ونفسية تعبانة، عين مزغللة والنية سليمة، عاملين لي اجانب وبيكرهوا نفسهم يرجعوا لاصلكوا، الثقافة دي اتهانت، الثقافة دي اتهانت. ايه اوكي، انا مش برقص والله، انا بحاول بس اجيب البتاع دي، والارض بتزحلق وحالتي حاله، اللي هو مش عارف اتعامل، اللي هو الارض بصوا بتزحلق، اللي هو لو انا حابب ارجع لورا بتزحلق. ما علينا. عشان كده باخد وقت عشان اجي هنا. ما علينا. انا تاني واحده هي اللي عجباني، الريمكس انا عجبني اكتر، اوكي، عشان طريقته، بس يعني هي طريقته هي اللي عجباني، طريقه غنى مروان موسى. بس انا مش عاجبني فيها اللي هي دي، بس
لكن بالنسبه بقى لبقيه البيت والاغنيه كلها انا عجباني بصراحه. اوكي ما علينا، وزي ما انا قلت لو خيرتوني ما فيش غير الاغنيتين دولت ان انا اختار ما بينهم، واختار تاني واحده، دي اللي عجباني اكتر واحده. اوكي ما علينا، ده كان رياكت، يا رب يكون الرياكت عجبكم. انا شايف all these mm اوكي عشان مروان موسى اوكي عشان mm لما كان ذكرها في اغنيه تسلا تقريبا mm. ما علينا، ده كان رياكت، يا رب يكون رياكت عجبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، واقول لكم يلا تشوس.